أنا لن أدعك، لن أدعك. أنا ونسرين، أنا ونسرين لا نرغب بالشيء، نريدك أنت فقط، حتى أننا سنعيش براتب أبي التقاعدي أيضا. أمي أرجوك عيديني، هيا عيديني، عليك أن تعيديني أرجوك. حجزت لك موعدا مع طبيب أبي غدا. الأطباء أصلا لا يهمهم سوى المال، عند أدنى ألم يقولون عملية. أنت لا تريدين العملية، لا بأس دعيها، ولكنك سمعت ما قاله الطبيب. قال من الأنف صاعدا، وخلال إحدى هذه الجلطات إن تأخرتم في الحركة فقط. أمي الحبيبة كوني مطمئنة، عليك إجراء العملية بسرعة. سأؤمن نفقتها بنفسي، لا تهتمي بهذا الأمر أبدا، سوف أعمل قريبا، درست ما يكفي وسأذهب لأعمل. ما الضير في هذا؟ ها؟ سوف أعمل من الصباح حتى المساء، وبمجرد مباشرة العمل سأقول لهم إنني أحتاج إلى المال من أجل أمي، أريد إجراء عملية لأمي. لن أدع أي مكروه يصيبني.